أخبار اليوم. احنا على فكرة فيلم عن حادث معين من الحوادث الإرهابية الأخيرة، وكنا عايزين نقدم ده للجيش عشان احنا مش محتاجين بالجيش غير حاجتين، كنا محتاجين معدات وحاجات، مش محتاجين فلوس، كنا محتاجين معدات وحاجات، ومحتاجين حد يبقى من الجيش يدينا معلومات لحاجات ما في الآخر. أنا بكتب السيناريو محتاج تفاصيل كتير حقيقية لأنها هتفيد يعني. فاحنا كان المشروع ده موجود ومحدش فعلا اشتغل عليه بجديه من ناحيته، فاحنا جاهزين من الناحيه. احنا قبل ما المشروع جاهز، قبل ما تيجي انا قلت للزملاء ان احنا اتفقت مع اللواء محسن عبد النبي مدير معنويه انه هيجينا هنا وهنقعد نتكلم معاه، بس احنا عايزين تبقى جاهزين بحاجه وجهه نظري المتواضعه. عايز تكسب اهتمام اكبر ناس في الدوله، واخبار حضرتك مع الكلام ده، هو يقول لك كويس قوي هتشكل صناعه عشان تعملوا، هنعمل كل التسهيلات ده عشان يطلع عبد موته ومش عارف ايه وحاجات كده برضه، واخبار حضرتك هو اللي شايفه، او عشان يطلع مش عارف اغنيه مش عارف اسمه ايه اورتيكا ولا مش عارف ايه ولا الحاجات دي انا ما سمعتهاش الحقيقه، والحمد لله يعني الواحد، او علشان يطلع مش عارف حاجات كده. ف قصدي لو احنا طلعنا مع التسهيلات مع الحاجات اللي بتدعم صناعه الفنون والثقافه، وفي نفس الوقت كان في شيء معين او اتجاه، وان انا بستفيد هنا ان الدوله عندي وزاره التخطيط عايزه تدفع، عندي وزير الشباب عنده مش عارف 300 مليون جنيه مستعد كذا، وعندي شؤون معنويه هيبقى كذا، انتهز هذه الفرصه واعمل خطوات جديه للشروع في انتاج فيلم الاخضر. فكان الفيلم الاخضر عن اكتوبر، يبقى انا عندي مثلا يا استاذ وحيد في كذا، يا استاذ جمال القيطاني مثلا مش عارف كذا، يا استاذ بهاء مثلا كذا، مين سيناريست مين او حد بيعمل القصه مثلا، استاذ جمال القيطاني بيعمل القصه وهو راجل محارب عسكري كذا، الاستاذ انا ما بحددش يعني بضرب كده، استاذ وحيد بيعمل سيناريو الحوار، الاستاذ فاضل مثلا بيعمل مش عارف مسلسل كذا او بتاع، بنختار ايه الحاجات اللي احنا عايزينها. واول فيلم عن الموضوع لازم يبقى قوي جدا، وبعد كده بخش في التفاصيل زي افلام الحرب العالميه الثانيه، لو محتاج مخرجين معاك مين اللي هيفتح حقهم؟ انا عايز مخرجين معاك تمام عشان اشوف فيلم زي تيم ريد لاين، وزي برايفت رايان، سيفنج برايفت رايان، زي الافلام ديت اللي اتعملت قريب في اخر 10 سنين عن الحرب العالميه الثانيه، كانت من اروع ما يمكن، والمعدات عندهم موجوده على فكره. احنا عندنا مش هيبقى عندنا هذا الطرف، المعدات دي هتبقى موجوده بعد 3-4 سنين، هتبقى خلاص خلصت وفكت وفي حاجات احدث بكتير جدا. عايزين نحط الجيش المصري اولا في هذه الايام بالذات وهذا التاريخ في المقدمه، وصوره حقيقيه للجيش المصري وانجازاته، وكل هذا مترجم في فيلم عن حرب اكتوبر، وده اهم ما يمكن. صوره الجيش المصري النهارده وما يقال عن الجيش المصري ببعض الاذاعات الملعونه. فكره حكايه احمد نسيم في حكايه فيلم عن حرب اكتوبر، انا الموضوع ده الحقيقه دايما يصير عندي مجموعه من علامات الاستفهام. مره نفتح كل حرب اكتوبر، يعني كل ذكرى اكتوبر نقول فيلم عن حرب اكتوبر، وتكليف اكس بعمل فيلم، وتكليف صاد اخراج الفيلم. أولاً ليس هناك إبداع بتكليف، مهما كان اسم اللي هيتم تكليفه، يعني مهما كان اسم اللي هيتم تكليفه فما فيش حاجة اسمها إبداع بتكليف. وممكن أصغر شاب يعزم العمل الأعظم، يعني الإبداع ما فيهوش قواعد في المبدأ ده. واحد. اتنين، زي ما أستاذ جلال قال، أستاذنا العظيم، يعني المسألة مش عمل فيلم على حد، هو في سياق، يعني لازم نلاقي كده ايه سياق. يعني مثلا لما جه وزير الشباب وقال من فتره ان هو عنده 300 مليون وعايز ينتج افلام يعني بتعلي المبادئ القوميه اللي هي، يعني مش عايز اقول ان هي دراما موجهه قد ما هي في السبتكست بتاعها فيها رسائل زي اي فيلم محترم في العالم، والسينما الامريكيه كلها رسائل، والسينما في العالم يعني في رسائل كتيره جدا في افلام مهمه، ده لا يقلل من قيمه هذه الافلام. عايز اطمن الدكتور خالد انه المبدعين ما عندناش مشكله مبدعين، عندنا مشكله بعد ما اخر بقى تجربه كانت عقد مضني مع جهاز السينما عن خطه الخداع الاستراتيجي، فيلم عن خطه الخداع الاستراتيجي، عن كتاب للدكتور صلاح ابضايا، سيناريو عاطف بشاي، وانا وسيم خليعه
الغيواء ده، وكان تم تعاقد مع كاتب سيناريو عاطف الفيشاوي، وانا كمخرج وافقوا على القصه الاول. ما طبعا ما كناش هنعمل سيناريو قبل ما يوافقوا على القصه، ووافقوا على ان الكتاب ينزل في السوق ككتاب. بعد سنه وخدنا مقدمات عقد، رجعناها طبعا بعد كده يعني، لان الاستاذ ممدوح عيسى الله يرحمه كان راجل حريص على المال العام، فيعني ما لقاش غيرنا عشان استرد المقدمات دي. جاء عندي الخطاب موقع من اللواء احمد انيس، وقتها كان رئيسا للشؤون المعنويه. بعد سنه شغل قال لك ناسف، ده خطه خداع استراتيجي، ما كناش جايبين لحد تاني اسلحه تانيه، لكن هي الدوله. فاذا اما اقول شؤون معنويه، احنا المبدعين جاهزين يا دكتور خالد، سواء كبار او صغيرين، لكن لا اصل بتكلم على ان في مشكله تكلف حد، هو من غير ما حد يكلفنا احنا كان في يعني، مش عايز اقول كل تجاربي، مش لازم اعمل الفيلم، لا في اداء عالمي بس ده اللي هنعمله بعد كده هو. لا مش دي النقطه، يعني مش لازم الفيلم زي ما الاستاذ خالد بيقول انه يبقى عن الحرب او عن الحاجات دي. في افلام امريكاني ممكن تلاقي فيلم بيدور حوالين اثنين عساكر مسبوقين في حفره، وازاي الجيش الامريكي جيش نبيل انه بينقذ الجنديين. احنا الفكره ان احنا عايزين بس نخلي الناس يعني يظهر عندهم الجانب الوطني من غير الجانب الانساني. مثلا دايما الجوانب الانسانيه دي اللي بتاثر في الناس اكتر من الجوانب الحربيه والعسكريه. ده ممكن يبقى سيكونس جوه فيلم، مش لازم يبقى فيلم معمول عشان ينجح برضه.